دابا غندوزو عند هيتوكيا. انت على هيتوكيا اليوم واقيلا غادي نعفيك، غندوز لك لديك بناتك، ماشي غنعفيك حتى الفيديو اخر، غندوز لك لديك بناتك، غنبدا لك الكبيره اللي انت تقولي تقولي هي عينك وهي قلبك. لا، هي المسخوطه ديالك الكبيره، وماشي غير دابا في اليوتيوب، قبل ما يكون اليوتيوب. وغادي نعقلك، وغادي نعقلك، وغنقولها للمشاهدين ديالي وتا ديالك اللي بغاو يجيو عندي ويسمعوا، مرحبا بهم. وإلا كانت كذوب قلت لكم انا نتحرق. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد، تحيه جديده والف تحيه لجميع متابعي وزوار قناه كمال فلوغيو الاوفياء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. تحيه متابعينا الاوفياء والجدد كذلك داخل وخارج ارض الوطن، متابعينا من دول الوطن العربي، كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على الثقه ديالكم، ونتمنوا كذلك ان يعني تعطيونا دائما الدعم ديالكم بواسطه الاشتراك او اللايكات او البارطاج. ودائما كنقولها وكنعاود نقولها، شكرا للتعاليق ديالكم صراحه التي تثلج الصدر، خصوصا بالنسبه للناس اللي كي يعني متابعين ديالي، ولهم كل احترامهم احرار اكيد. فكنشكركم بزاف على الاختلاف الحقيقي، الاختلاف باحترام، ممكن نختلفوا، ولكن رغم انني انا الى حدود الان لا انتمي الى اي طرف، خصوصا في هذا الموضوع ديال البدويه وديال مزهرة واختها القروية، فقط احاول ان اكون حقاني، وكل واحد نعطيه الحق ديالو، واي واحد دار شي فالطة فانا دائما كنهضر عليها، اذا كانت هناك حقرة غادي نهضر عليها، لان فعلا بدات كتبان لي الحقرة من خلال القنوات ولاو كاين سبوريوسهم. غنهضر مثلا على القضية ديال البدوية، السرقة ديال اللايفات، انا ما يمكنش، هنا هناك نفاق، انا ما يمكنش نقول واحد السيدة محتوى والبدوية طغات وانها لا تمثلنا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت نشر المحتوى ديالها في قناتي. هذا تناقض، هذا نفاق ان صح التعبير. يعني كنشوف ان الناس كي اليوم في لايف كيقول لك خصنا نسينياليو البدوية، خصنا، علاش غاتسينيالي البدوية؟ بامكانك، شوفوا شوف هنا ماشي تنحرض، انا تنقول بامكانك ما تفرش، صافي، خص المتابع ما يتفرش، هنا نعرف المتابع انه فعلا داك الشيء كيقول كيطبقوا. ورغم ذلك عندها اذا البدوية قوية بالمتابعين ديالها، عندها متابعين بغينا ولا كرهنا، عندها ناس كيبغيوها بغينا ولا كرهنا، تيتجاوزوا على دوك الزلات ربما اللي هي عفوية ديالها، الاسلوب ديالها هو هذا، كل واحد الاسلوب ديالو، كاين الاسلوب ديالو اللي كيخربق كيضرب في الدرك الملكي، كيضرب في السلطات، كيضرب في المؤسسات ديال الدولة، وما عارف شنو تيقول، بحال الجمعوي خارج هنا تيقول لك هو ولا بغى يوري الدرك شنو الخدمة ديال، يعني الخدمة ديالهم، تيقول لك علاش دير محضر العثمان اللي هو زوج فتيحة، خاصك تعرف واحد الشهادة طبية اللي هنا غادي نهضر نسلط الضوء على هذه النقطة، هذه الشهادة الطبية اللي جابتها رجاء. فاحنا ما غاديش نهضروا على الطعن فيها او لا شيء من هذا القبيل، لان ما احنا ماشي اهل الاختصاص، الاختصاص كيبقى للقضاء. بناء على ديك الشهاده الطبيه من حق رجاء ان يعني الدرك يديروا لها محضر ضد عثمان كما هو كذلك. تقول لي لا، غنقول لك كاينه واحد الشهاده الطبيه، الاختصاص ديال الدرك الملكي هو تحرير المحاضر والاستماع اليك، فهمتي؟ وماشي انك ماشي انهم يطعنوا في الشواهد الطبيه ولا ما يطعنوش، هما كيكتبوا المحضر كيسمعوا لك، كياخذوا الاقوال ديالك، النيابه العامه هي اللي كتقرر. فالان لما وضع زهير تحت الحراسه النظريه، تحت تدابير الحراسه النظريه، راه ماشي الدرك الملكي هو اللي كان عنده اختصاص، لا، بل بالامر من النيابه العامه اللي كيتمثلوا، يعني كيمثلوا يعني السيد وكيل العام الملك. شو التخربيق هذا؟ كيطلع واحد جمعوي قال لك تيبقى غير هو في الهضره ويبقى يشتت في الهضره، انا ما فهمتش هذا الشيء. ما علينا الخوت، هنا غير باش نشرح لهذوك اللي تيناصروا هذا الجمعوي على اساس السيد غادي يخربق. انا تنتمنى ان تكون تدخل من السلطات، لان هذا السيد هذا ملي كيشوفوه وحدين اخرين فاكيد غيديروا في حاله، اكيد غيتجرؤوا. اذا نتمنى وضع حد بحال هاد الممارسات وبحال هاد الفيديوهات اللي كتكون على مواقع التواصل الاجتماعي. ما عليناش الخوت،
بالنسبه للموضوع ديال البدويه كما قلت لكم ان السينيال لا شويه من سينياليو علاش غات سينياليو السيده من باغي تسينياليوها علاش كتهزوا اللايفات ديالها وكديروهم كمحتوى نتوما كتحاربوا هذه السيده وكدير عليها واحد الحمله وكتقولوا محتوى لا يشرف هذه السيده طغات وكذا في قنواتكم وفي نفس الوقت كتهزوا المحتوى ديالها وكتخدموا به هذا الشيء ما كيتقبلوش العقل حيث هي ما عارفاش إذن هذا نوع من الحقرة والظلم فهمتي باش نكونوا واقعيين هذا نوع من الحقرة والظلم نتوما السيده كانت عارفه حتى واحد ما يقدر يهز شي لايف كلشي غيخاف منها ولكن مادام انها ما عارفاش كلشي تيزعم عليها كلكم عارفين ان الخوت غدا السبت كاين التقديم الكل متابع الخوت كلشي متابع باش نكون معكم واضح بزاف الناس كيستنيو البعض بنات البدويه ونسابها متابعين زائد واحد الشخص اخر اللي بزاف الناس ما عارفينوش وانه تهو الدار في المحضر وهنا غادي نهضروا على الباطل فهاد لا فيديو اللي حطيت لكم في الاول هنا غير باش نبين لكم ان انا ما نسيش هاد الشيء فعلا حتى فاتحه سمعوا شنو كتقول تسناي انت بلاتي نوبتك انا غادي نوريك غادي ندير لك غادي نترك لك وسمعتوا كيفاش الضرب في الشرف انا ضد هذا الشيء وكذلك ضد ان الانسان ياخذ يعني حقه ويدير شرع يده فغدا التقديم طبعا كل شيء غادي يتقدم ماشي غير زهير كل شيء متابع بل اضافه الى ان الخوت هنا علاش نهضر على الباطل قبل ما غادي نهضر كذلك على فاتحه وراجلها عثمان اللي الان ولا كيتوعد ناس اخرين وليتي كتوعد ولد خوك اللي مزوج بنت فاطمه طبعا فاطمه اللي هي اخت البدويه واخت فاتحه علاش ربما لان قلتي عليه شيفور ولا ما نعرف جاب لهم الطوموبيل ولا ما نعرف المهم انت قلتي ليه انت غير اللايف ديالك بوحدك وكذا ما انت دابا شنو المشكل ديالك ان الناس من حق الناس تخرج تقول لي بغات كل واحد حر في الراي ديالو اودي السي عثمان فانا تنشوف الان تزدي فيه بزاف وليتي الان يعني هاد بحال التمثيليه عاجبك زدتي فيه قالوا لي شي بوسه ولا ما نعرف هادشي ما انا ما شفتوش المهم قالوا لي شي بوسه ولا ما عرفت التخربيق وما باغيش نشوف هادشي الان كالعاده ولاد شحيبر لما يتدخلون الجمعيه ولا يتدخل فكن اكيد انه سيستقطب دفاع الدفاع كي الان كي يشريوا الدفاع الكات الدفاع اللي غيدافع على الفريق راك عارف وغيبداو الشكايات ويبداو كذا علاش ما دخلتيش انت دير شي محاوله صلح رغم ان عارف ان ما غاديش يكون الصلح غادي نقول لك ماشي غير من الطرف ديال فتيحه نكون حقاني معك حتى من الطرف ديال البدويه باش نكونوا واقعيين فطبعا حتى انت ما سهلاش اودي فتيحه صراحه الشيء اللي سمعت بقيت غير تنشوف انا ما كنتش نظن انك كنتي كدير داك الشيء دزتي لامية بعيده عليك على الاقل بينك المشكل بينك وبين ما بين البدويه بقى بينك وبين البدويه علاش غدوزي علاش غدوزي البنات وكذا طبعا غيكون واحد ردة فعل لكن ردة فعل كانت مبالغ فيها عن طريق انهم يتهجموا انا ضد انا التهجم هنا انا ما يمكنش نهاجم البدويه الخوت لان واحد اخر تيقول لي طغات البدويه معروفه من شحال هذيك هي الاسلوب ديال هذيك هي الطريقه ديالها دائما تتغلط فايت وخلصات نتمنى نصيحه غنعطيها لها تعرف شنو كتقول لما كتخرج في لايفات ما علينا نهضروا على شنو واقع الخوت بالنسبه للباطل لان هنا ما عجبنيش الحال اودي السعثمان اودي فاتحه لان شوف انا ضدكم كاملين وما معاكم ما معاكم ما ضدكم مع حتى واحد انا محايد في هذه القضيه هذه الى حدود الان علاش ولكن هنا تيبان لي الباطل اسامه ولد البدويه حتى هو كاين في المحضر واش اسامه كان حاضر الى حدود الان عمري سمعت شي واحد في القنوات وحتى الشهاده ديال امي زهره ما قالتش انه اسامه كاين اذا علاش درتوه في المحضر هنا وليتو كطيحوا الباطل هنا اكيد امي زهره نتمنى تجاوب على هذا السؤال هذا وحتى انت عثمان راك دير لايفات في الليل جاوبنا على هذا السؤال هذا اسامه ولد البداويه علاش درتيه في المحضر واش كان امي زهره ما قالتش ما عمرها ذكرته علاش انت اقحمت اسامه في هذا الشيء هذا بهذا الشيء بغيت نفهم انا اذا انت تصفي الحسابات الان ماشي انت مظلوم ولا محقور اي يعني اي واحد من عائله البدويه ممكن انك تديره في المحضر وممكن انك تذكره
أسامة ما سمعتش من الشهادة ديال أمي زهرة أنه ذكرته أو لا ذكروا شي واحد إلى حدود الآن، إلا أنه حطيتيه حتى هو درتي به محضر وتا هو قلتي أنه ما نعرف كان معاهم ولا ما نعرف. فحشوم وعيب وعار، ماشي أنكم جو تقولوا راه حنا ماشي مغاربة، حنا تظلمنا بنات البدوية ونسبها طغى، وأنت في نفس الوقت الآن هذا طغيان كذلك، انك انت يعني تتشوف عند بالك ان راه عندك الحق وان زعما راه غتجيب الحق فانني نقدر نورط اي واحد. لا ما نبغيش هكا، باش نكونوا واضحين. بالنسبه لزهير الخوت، بزاف الناس يقولك غدا غيتقدم زهير، لا كلشي غيكون في التقديم غدا، الكل متابعه الخوت. انا تنقول لكم زهير علاش تعتقل الخوت او علاش توضع تحت تدابير الحراسه النظريه، لان الخوت غادي نقول لكم كاين واحد لا فيديو، والعلم لله انا ماشي فيش لا فيديو بعيني، او كاين واحد الفيديو اللي قالوا لي الناس ربما شافوه، المهم قالوا لي انه كاين الفيديو، انا ما كنسول كنقول لهم يعني من مصادري من مدينه فاس، كنقول شنو واقع، علاش زهير بوحدو اللي تعتقل الاخرين ما تعتقلوش، كيقول لك ان زهير كاين واحد لا فيديو كاثبات عليه كيبان صوت وصوره، ولكن الاخرون كاين غير الاصوات ديالهم. هاد الشيء علاش تعتقل، هاد الشيء علاش توضع تحت الحراسة النظرية، هاد الشيء اللي وصلني إلى حدود الآن. غدا غيكون التقديم. البدوية كتقول لك أن بالنسبة لبنتها مريم تقدر أنها تنزلتها هي وكذا، فشوف العلم لله احنا ما عارفين والو إلى حدود الآن. كنشوفوا الجمعية كيخرج كيقول لك غنصدمكم، دخول المحامية على الخط. علاش غادي تقول دخول المحامية على الخط؟ محامية راه يشدوها في أرض الواقع، دخول المحامية على الخط شكايات جديدة وهناك صدمات. شوف هذا الشيء ديال اليوتيوب دائما كنقول المتابع راه ماشي هو الواقع الخوت، الواقع والناس لما كيحرروا المحاضر بكلام معقول. كاين بزاف ديال الحوايج كذلك من فتيحة وزوجها عثمان اللي هي ما مفهوماش الى حدود الان، ما حطوش لنا لا الوثائق باش ان، لان هذه الان وليت انتم بغيتوا قضيه راي عام، بغيتوا المغاربه تتناشدوا المغاربه، اذا خص المغاربه كذلك يطمئنوا وتوريهم الحقيقه، لان بزاف ديال الكلام يقال. قلت انه في غيبوبه كيخرج واحد كيقول لك راه في غيبوبه، وفي غيبوبه وكنشوفوا السيده كيعيط عليها كتقول ليه نعم، هنا كتخلي المغاربه يشكو، وحنا ما نبغيو حتى شي واحد يستحمرنا. كذلك نتوما دايرين راسكم بحال الملائكه، وحنا حطينا لكم الان هاد المقطع اللي تيبين على ان حتى فتيحه ما سهلاش، ما خلاتش ليهم. طبعا البدويه كتقول لك هاد السيده هاد اختي هذه ما خلاتش ليا وما بغيتش نجاوبها، وفي الاخير وكتقول لك كذلك لا علم لي واني ما كنتش حاضره، ودايرينها حتى هي في المحضر انها كانت حاضره، وراه غادي يكون كذلك بحث وغتكون تحريات وغادي نشوفوا واش كانت حاضره ولا ما كانتش. هي كتقول لك عندي دليل اني كنت في المحكمه. اسامه الان اللي تفاجات لما عرفت ان حتى هو في المحضر، اسامه ولد البدويه، هاد اسامه الخوت ما كيبان ما كيدير فيديوهات ما كيعاير حد ما حتى شي حاجه، عايش حياته في الكواليس بحالو بحال كاع الشباب. كنشوفوا الان حتى اسامه انه مديور في الشكايه وانه كاين في المحضر، هنا تيبان لي انه الباطل. لما كنسول كيقول لك لا اسامه ما كانش في ارض الواقع، يعني ما تهجمش او لا ما ضربش او لا ما كانش معاهم كاع، فكيفاش انت غادي ديريه؟ لا هو المشكل، كيفاش انت يا فتيحه او انت عثمان غديروا في المحضر؟ هنا اتساءل، اذا هنا واش وليتوا كتحطوا الباطل؟ واش وليتوا غير اللي جا في الطريق يعني كتصفيوا مع الحسابات؟ واش اي واحد قال نعيمه البدويه كتصفيوا مع الحسابات؟ ما عرفتش. هنا تخليو الناس والمتابعين انهم يقول لكم انتم كنتوا موجدين ودايرين المؤامرات. انا ما غنظلمكمش وغنقول العلم لله، يعني كتوجدوا هناك مقاطع كتقول ان المره اللي فاتت منعتوا، هاد المره غادي يحضروا فيها اصحاب الطرابيش وغادي المخزن هو اللي غيفيني بيني وبينكم، وكاين ناس كتقول لك انكم استفزيتوهم قبل ما يوقع هذاك الشيء اللي وقع، وما تسلخي وما يسلخوك وكذا. انا ما كنتش حاضر، ما غنهضرش على هذا الشيء، ولكن غادي نشوف علاش درتو اسامه في المحضر. هذا سؤال يطرح نفسه، هذه مفاجاه، هنا تنبان، هنا خص الناس يعرفوا هذا الشيء. انا هذا الشيء اللي وصلني ان اسامه هو دايرينه في المحضر، علاش اسامه الله اعلم. انت السي عثمان تتوعد ولد خوك اللي مزوج بنت مراتك،
ما عرفتش علاش، حيت قال شي كلمه من حق اي واحد يقول، من حق اي واحد يعبر على الراي، وكل واحد فين بغى يمشي غيمشي. مثلا انا من حق حتى شي واحد انه يتدخل فيا ويقول لي دعم هذا ولا دعم هذا. انا مع البدويه في حاجه في حاجه وحده، بالنسبه للقنوات بعدوا منها. القضاء داير خدمتو، نتوما كتقولوا طغات وما تسواش وخايبه وكذا ونديروا ليها، بغيتوا تبقاو غير بوحدكم نتوما بحال اساس انكم نتوما كتعطيونا كتصنعوا دولي بران، وانتوما تتسناو غير بحال هذا الشيء باش ديروا فيديوهات كمنتقدين مني انا وجبد. ولكن باش تهزوا محتوى ديال واحد الانسان اللي نتوما كتروجوا واحد الصوره للمتابع انه ما يسواش وكتحاربوا ودير واحد الحمله وانهم محتوى الشوهه وكذا، وانتوما كتشدوا الشوهه كتربحوا الادسنس عن طريق نشر ديك الشوهه في قنواتكم، وكتسرقوا محتوى ديال الشوهه من البدويه. انا شي حوايج والله تنبقى غنشوف، انا لا يشرفوني، ما نقدرش ندير بحال هكا نسرق لواحد لايف ديالو ونديرو انا في اللايف ديالي باش ندخل الادسنس، لان المتابع يجي عندي وغيتفرج لا هكا غادي. ما عندك ما غتحرم بداو يدير غير فيديو احسن من اللايف، غادي كي غادي الفيديو شويه. شوف كاينين طرق، ما تقطعوش الرزق ديال السيده، الا بغيتو تقطعوه كنتو تقطعوه شحال هادي. علاش ما قطعتوهش على الكاسول لما هجم على الحسنيه وضربها بركله؟ ولا الحسنيه ماشي امراه مغربيه، ما طغاش هذاك تيدير الخير. ها واحد ضرب امراه حامل تيدير الخير، واش غادي نقول لكم؟ وهنا كنشوف ديك الوقيته كيقول لك انه كيدافع على الشرف ديالو، حيت انه تقات في الشرف ديالو. والان الان شو شوفوا النفاق، بعدا حنا راه ثابتين على المواقف ديالنا. يعني انا تنبقى ثابت، انا ضد البلطجه والهجومات وهذا الفعل اللي داروا بنات البدوي ونسابها. ولكن هو شوف هو دار بلطجه هو وخوه وبنت خوه، ورغم ذلك ما كاينش مشكل، كان يعني ضرب حسنيه كامراه وهي حامل، ويعني ما كاينش مشكل. حتى واحد ما هضر ما قال لا نسينيالي ولا حتى شي حاجه، لا نقاطعوه كما تهزوا ليه لايفات خوافه ما دل. والسيده منين داروا بناتها هذا الشيء وولادها عفوا بناتها ونسابها، فكلكم هجمتوا كلكم وليتوا كتهضروا. كاين اللي غاب على اليوتيوب ورجع، على حول ولا قوه الا بالله. المهم الخوت هذا ما كان في هذا الفيديو، شكرا لحسن اصغائكم. من هنا لغدا نقدروا نكونوا في التقديم ان شاء الله. انا بالنسبه لي غنكون كمحايد، نتمنى نشوفوا شنو يكون. الله يدير التاويل الخير لهاد العائله ويجمعوا علينا هاد الشيء، وما عندنا ما نديروا كاع بالمسلسلات والشكايات. انا هذا هو اللي بغيت، انا ما باغي ندير عليهم فيديوهات، ما باغي ندير مسلسل. نتمنى ان يكون شي حاجه تحد من هاد الشيء هذا ويجمعوا علينا هاد الشيء. هذا مكان ما تنساوش اللايكات والبارطاج وتعليقكم تهمنا، واشتراك في القناه الى عجبك الفيديو. دمتم في رعايه الله.